Discuss the validity of each statement. Venn diagrams may be helpful. If the statement is true, explain why. If not, give a counter example. في السؤال الأول, if A intersect B equals null. قبل ما أكمل, معناه إيه؟ الانترسكت بين الاتنين دول مفهوش ولا عنصر, يعني عناصر الـ A غير عناصر الـ B. يعني مثلا واحد واتنين وهنا تلاتة, فمفيش أي مفيش أي حدود مشتركة بينهم, بس الـ A موجود والـ B موجود. فهل الـ A يساوي null أو الـ B يساوي null؟ لا طبعا, false. والإكزامبل أو الكانتر إكزامبلز اللي تعارض الجملة اللي هو قالها قدامنا, الـ A لا يساوي null والـ B لا يساوي null. If A equals null يعني ما فيهاش ولا عنصر, يبقى آدي الـ A. طيب then الـ A intersect الـ B, مثلا عندنا عناصر هنا في الـ B أكيد null. اشتراك النل مع اي, او خلينا نقول كده, النل انترسكت اي ست اخرى لازم يساوي نل, لان مفيش حاجة مشتركة بين الاتنين. الايه مفيهاش ولا عنصر, تشترك مع اي ست اخرى مفيش اي عناصر مشتركة. حتى لو يعني نقول هنا مثلا نل, فنل اشتراك النل نل انترسكت النال, يعني نال انترسكت اي ست اخرى مفيش عناصر مشتركه بينهم فهيديني نال فترو. دول اف اي سبست اوف بي, يعني مثلا واحد وهنا واحد مع ثلاثة. بيقول لي ذن الكومبليمنت للاي, لو ده ايه وادي الكومبليمنت, بيقول يبقى كومبليمنت الـ A اللي هو هيكون 3 سبست من الكومبليمنت للـ B. اصلا مبيبقاش في حاجه, ما هو الـ A كل عناصر الـ A موجوده في الـ B, يبقى الـ B الكومبليمنت بتاعها مفيهوش حاجه. يبقى كومبليمنت الـ A الـ A لسه الكومبليمنت الـ A لسه فيها عناصر, والكومبليمنت ما فيهاش عناصر, وبالتالي طبعا فولس. وادي كاونتر اكزامبل اهو, ان الكومبليمنت الاي لسه فيها عنصر, لان الاي لسه الكومبليمنت بتاعها فيه ايه, لسه فيه 3. اما كومبليمنت البي ما عادش فيه حاجه, فهل كومبليمنت الاي سبست من البي؟ لا, العكس ممكن, ده العكس. اف اي السبست اوف بي, يبقى كومبليمنت البي السبست اوف في كومبليمنت الـ A. صحيح الكلام ده ليه؟ نفس طبعا المثال, بس هكتب له جملة. هنا في ثلاثة وهنا في نل. دلوقتي ده الـ A, ده كومبليمنت B كومبليمنت. كل all elements in A are existing in B, يبقى complement ال B is null. complement ال A لسه ممكن يكون لسه فيها حتى لو كانت null, يبقى معنى كده ال B is subset the complement ال A. طالما ال B بقت null, لأن ال B هي الكبيرة فيها كل العناصر, complement بتاعها لا شيء null, فال null is subset of any other set, وبالتالي complement ال B هيبقى subset من complement ال A و complement ال B وال B كله, وبالتالي الجملة true.